اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من ديوانيه المراه. معانا النهارده في الديوانيه ماشي عكس الاتجاه عشان يقرب من حته صغيره. صاحب هاني اتخض فراح دخل في العربيه، اصابه في مناخيره وعينيه الاثنين. لقيت العمليه صعبه والدكتور خرج وقال لنا الحاله بتاعه هاني صعبه. كل أم بيبقى عندها أحلام لأولادها، لكن في بعض الأحيان الأولاد بياخدوا اختيارات معينة بتغير الشكل اللي هي رسماه. يا ترى إيه نوع الاختيارات اللي ممكن الولاد يكونوا بياخدوها تغير شكل الحياة اللي الأم متخيلاها ليهم؟ أول حاجة أكيد المستقبل، اختيارهم لدراستهم، للمجال اللي عايزين يعيشوا فيه، للي هم عايزين يكونوا إيه ما يكبروا. دي أول حاجة ممكن تكون يعني مثالي، أول حلم أو هوايات كمان مثالي. هوايات ازاي؟ هوايات رياضة. يعني في أمهات كتير بيبقوا نفسهم عيالهم يبقوا متفوقين رياضيا أو في مواهب معينة زي ما كانت هي أو زي ما كانت تحلم إنها تكون. فممكن تفرض عليهم نوع معين من الرياضة أو نوع معين من أي حاجة، ده قبل ما نخش في موضوع الدراسة يعني وكده، هم يكونوا مش حابينه أو مش لاقيين نفسهم فيه. أنا أشوف كمان إنه ممكن الأولاد يختاروا إن هم مثلا يهاجروا، فبيبقى الأهل عندهم صورة معينة رسمين إنه ولادي هيتجوزوا، هيكونوا حواليا، قريبين مني، ففي فكرة الأسرة الممتدة موجودة، والاختيار ده طبعا بيكسر الحلم ده خالص. يعني انت بنتك يا هبة؟ بنتي سافرت أمريكا، وأنا الحقيقة ما كنتش متوقعة أبدا إن هي هتسافر. ولما قالت لي مامي أنا عايزة أسافر وكده، مش هحكي لك إن عد عليا أسبوع صراع هائل، كنت ببطل اعيط صبح وليل وظهر ونهار، ولكن قررت في قلبي ان انا مش انا اللي هرسم لها مستقبلها، ان هي لازم، هي شايفه ان هي هتسافر وان لها مستقبل، انا مش عايزه احد مستقبلها ومش عايزه ارسم لها الصوره اللي في خيالي انا، لا عايزه ان هي تعيش ملء دعوه الله لحياتها. فكان لازم اطلقها، كان صعب جدا جدا، لكن انا اخترت ان انا اطلقها. المفروض المفهوم بتاعنا لتربية الأطفال أو الأولاد ابتدى يتغير، يعني ما بقاش زي زمان. دلوقتي المفهوم أني أربي أولادي عشان هم يختاروا، مش عشان أنا أختار لهم. بتهيألي دي حاجة ما كانتش موجودة زمان، أو أهلنا ما ربوناش بالطريقة دي. بس أنا بفكر في حاجة سالي، أنه مش أن أنا أخطط لهم حياتهم أو أختار لهم، لكن بيبقى في فكرة معينة انا متخيلاها، يعني حتى لو انا مش بختار لهم. يعني مثلا ممكن اكون مختاره لحد من ولادي او مفكره ان حد من ولادي هيبقى ماشي في خط معين، مش دراسه او كده، لكن في شكل معين للحياه. وبعدين مثلا حد من الولاد يقرر ان هو في وقت مثلا او يتزحلق في حته الادمان مثلا، فده بيكسر لي الحلم بتاعي تماما، بيخلي حياته تاخد خط تاني خالص. مش ضروري حاجات تكون يعني دراستك قوي ودراميه كده، هو زي الادمان. يعني في حاله نينا بنتي يعني ظروفنا عاديه خالص، يعني ما فيش لا ادمان ولا اي حاجه، لكن مجرد سفرها ده كان كسر حلم ان هي هتنشئ اسره وان هي تتجوز يبقى عندها عيال اتمتع بيها، وان الحياه الاسريه اللي انا اتحرمت منها اقدر ان انا اشوفها في بنتي واولادها وكده، فده مش موجود ده. طبعا لان هي قررت ان هي هتسافر، فهماني؟ ده عمل، ده صدمني من جوايا، ده حقيقي صدمة كبيرة جدا، لكن برضو ده كان قراري ان انا مش هقف قصاد مستقبلها. ده حاجة صعبة قوي يا هبة، انا بشوفها صعب. يعني دي كانت مميتة بالنسبة لي، عارف، موتت لي كل احلامي وكل توقعاتي، وحتى ان انا اكبر ولاقي بنتي وجوزها واولادها جنبي، ان هي تعوضني الاسرة اللي انا عشت طول عمري من غير اسرة، لان انا متطلقة زي ما انت عارفة، فعشت 23 سنة بدون رجل بدون اسرة، كان املي، كل املي اتحطمت بسفرها. فهماني؟ بس بتهيالي انت هي انت وهي جنيتوا ثمار يعني قرارها ده، انه لقيتيه انه احسن، يعني
مش لقيتيه حاجه للاوحش. شوفي هقول لك يا سالي، ساعتها ساعه ما هي قررت كده انا ما كنتش قادره اشوف الامور دي بعد ما سافرت بسنتين وثلاثه، بقيت ابارك الله واقول اباركك يا رب من اجل قرارك، من اجل ان انت حطيت في قلبي ان انا اطلقها، وانك انت اديت لها هذا الفكر ان هي حتى تسافر، بالرغم من ان الشكل بقى شكله مختلف خالص عن اللي انت كنت متخيله. لكن ساعتها راندا ما كنتش قادره افهم كده، ساعتها انا كنت مجروحه جدا 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 ومتحطمه، كل امالي انهارت في ثانيه. عارفه ازاي؟ لكن بعد كده ابتديت اشوف حياتها قد ايه ابتدت تنمو، ازاي هي نضجت نفسيا، وان هي كل جرح طفولتها ابتدى يتشفي، وان الفتره دي هي كبرت فيها في علاقتها مع الله، فهمها لنفسها، فهمها للاخرين، اعتمادها على نفسها، اعتمادها على الله في حياتها. فرحت، عرفت ان ده كان قرار صح جدا جدا. واسره سواء هنا هوت او في امريكا، منين ما هتتجوز هيبقى عندي الاسره دي، مش ضروري تكون في مصر، يعني الصوره اللي انا رسمتها لمصر مش ضروري تكون في مصر، ممكن تكون في اي حته. طب خلينا نكمل الكلام بتاعنا بعد ما نروح لاعتدال ونشوف القصه بتاعتها مع بعض. انا اعتدال فهمي وجوزي عيد زكي زخاري، عندي بنت اسمها جيهان، وهاني اللي اصغر منها كان لسه في الدراسة في معهد الطيران. في صديق هاني أخدوا على أساس يجيبوا مذكرات، وجالي تليفون من أم صديقه. ألو؟ أيوة. قالت لي هاني تعب شوية وودوا المستشفى. رفعت السماعة وكلمت المستشفى، فقلت لهم في حالة دخلت عندكم؟ قالوا لي اه الحادثة. فتوهمت، قلت لهم طيب انا عايزة اشوف الحالة ايه واكلمه. قلت له في ايه يا هاني؟ قال لي يا ماما دي حادثة كبيرة في دماغي وانا مش عارف فيها ايه. في واحد خارج من النادي ماشي عكس الاتجاه عشان يقرب من حتة صغيرة، صاحب هاني اتخض فراح دخل في العربية، إصابة في مناخيره وعينيه الاثنين. لقيت العملية صعبة، والدكتور خرج وقال لنا الحالة بتاعت هاني صعبة لأن الإصابة في عينيه الاثنين، وأنا مش هقدر غير إني أطلع الإزاز، وبعد كده بعد ما تهدى العينين نبقى نتصرف نشوف. يعني كان هايب الموقف، وقال لي بابا زي ما انتوا عايزين انا هتصرف. فبابا قال له اتكل على ربنا، والرب هو اللي هيمسك ايدك وهو اللي هيعمل العملية. الدكتور بعد كده قال لي هما دول الكلمتين اللي شجعوني ان انا اعمل العملية، لكن ليش هو هيبقى هيمارس الطيران بتاعه ودراسته ولا حاجة. ما كانش شعوري طبعا زي ما أنا بحكي كده، كان العملية صعبة جدا، ما كانش فيه قدامي غير أهم حاجة أن أنا التجأ للرب. كان الوقت كله صلاة وكان دموع لربنا، وأقول له يا رب يلمسه أنت. كنت طول النهار بصلي بطلب ربنا، طول ما أنا كنت بعمل أي حاجة كنت بصلي، وأي مجموعة كانت بتيجي كانت بتختم زيارتها فعلا بالصلاة. كنت بقول له يا رب فعلا أنا عايزة هاني يخف ويشوف بعينيه الاتنين ويسوق عربيته كمان. سافرنا بلجيكا، وطبعا الدكاترة برا عندهم مواعيد، كشف وقال انا ما اقدرش اعمل العمليه غير بعد اسبوع لان في مواعيد عندي كتير. كان بيجي لي اوقات شيطان في حاله ضعف اقول ليه كده. طبعا كانت الدنيا ضلمه في وشي، طب ده انا عينيه الاثنين وده شاب عنده 22 سنه بعد ما يسوق يقود طياره، لا الشغل ده هينفع معاه؟ كل دي حاجات المعيشه مش الشغل بس، المعيشه عايزه العينين. انا كنت متخيله ان هو كان ممكن يمسك ايدي كانت تبقى سهله عليا،
لكن أنا أمسك إيد ابني وهيني في مقتبل عمره. لو كنت سألتني يا رب ما كنت قلت لك عني أنا مش هني. وابتدينا رحلة العلاج في المستشفى. هم ابتدوا فعلا برا بالعين اللي هي كانت فيها إصابة أقل، لكن الدكتور بعد ما خرج من العملية قال أنا ما أقدرش أديكوا أي كلام غير تاني يوم لما أفتح العين. طبعا الوقت ده مر علينا كدهر كبير، هواش سهل. لكن نشكر ربنا ان تاني يوم لما جه الدكتور وغير لهاني قال مبروك العملية نجحت، فدي كانت فرحة كبيرة قوي. لكن ما كناش شايفين ان هو بيشوف ولا اي حاجة. قالولنا احنا عملنا العملية بالسيليكون وهو هيفك السيليكون بعد شهر. بعد اسبوع الدكتور قال انا هعمل العملية في العين التانية، وكلنا عمالين نصلي وبنلتجئ للرب ونقوله انت يا رب اللي تمسك ايد الدكتور وانت اللي تعمل العملية وانت اللي تتصرف، وده ابنك وغالي عليك اكتر مننا. الدكتور ابتدى في العملية، بس بعد ما خرج من العملية برضو رغم ان انا عارفة مش هيقول حاجة غير تاني يوم، لكن سألته قلت له ايه الاخبار يا دكتور؟ قال لي موت ميت. شكرت ربنا وسجدت على الارض وقلت له اشكرك يا رب لأنك فعلاً بتستجيب. كان بيشجعني وعود الله اللي أنا كنت بمسفتح الكتاب وبخطط على الوعود، كل ما أقرأ أخطط على الوعود وأقول له ده مش وعد واحد يا رب، دي وعود كتير. كانت وعود الرب فعلاً بتديني سلام، لأن في أخت صلت وقالت لي أمين، الرب قال لي إن هو هيشفي ابنك وهيشوف بعينيه الاثنين، لكن امتى ما قاليش. فانا كنت ماشي على هذا الوعد، كنت طبعا ببص المحبه بتاعت الناس، كل المؤمنين جسد واحد وان احنا بنتذكر بعض وان احنا بنحب بعض وبنذكر بعض في الصلاه، واقول له يا رب انت تحقق وعدك معايا ومعاه مع الاسره كلها علشان يعرفوا الناس كلها ان انت الطبيب الشافي واله المعجزات واله السلام. هاني ما ابتداش يشوف غير تقريبا بعد 6 شهور، لحظات لا تنسى لان احنا قعدنا 6 شهور. طبعا كان فيهم 6 عمليات، فانا برضو كنت مصدقه. شكرنا الرب فعلا، والدكتور نفسه كان بيقول يسوع اللي انتوا واثقين فيه اللي هو ابتدى هيكمل. فدي كانت شهادة حلوة قوي للرب ان هو هيكمل بقية المعجزة، لانه فعلا حاسس انها معجزة. برجع واقول ان احنا ملناش فعلا غير يسوع، ان احنا نرمي ثقتنا واحملنا، نرمي احملنا عليه وثقتنا قوية فيه. هو صاحب المواعيد، هينفذ كل وعد هو ادهولك وانت متمسكه فيه وبتصلي من اجله. الصلاه دي اهم حاجه، ان احنا كلنا نصرخ لربنا ونقول له يا رب فعلا انت سمحت بالتجربه، انت القادر ان انت تنشلنا منها بسلام. احنا كنا بنتكلم على الاختيارات الإرادية اللي الولاد بياخدوها علشان حياتهم وبتغير شكل حياتهم. طب زي ما احنا شوفنا في القصة اللي فاتت انه في حاجات بتحصل خارجة عن إرادتي، يعني مثلا زي حادثة بتعمل شيفت مختلف تماما لحياتي وبتشقلب حياة الولاد. دور مين بقى انه يظبط
الحاجة اللي اتلخبطت دي، يعيد التوازن تاني للأسرة يعني، أو يساعد الولاد يعني كمان. دور الأب والأم مع بعض ازاي يعملوا ايه يعني، ايه اللي ممكن تكوني بتعمليه لو اتحطيتي في موقف زي ده؟ يعني اني اول حاجة انا بعتقد اني لازم اقف مساندة لابني او لبنتي او لعضو الأسرة اللي اتصاب، اني لازم اديله المورال سبورت، مساندة معنوية. دي نمرة واحد. نمرة اتنين ان انا ما اشيلش الشيلة لوحدي، ان انا اسيب لو في حد يقدر يساعدني اسيب متخصصين يجوا يساعدوني او انا الجأ لمساعدة. اكيد ليا اصدقاء انتيم قوي بحبهم اقدر اثق فيهم يقدروا يشيلوا معايا الشيلة، يقدروا كمان يقدموا حب لعضو الاسرة بتاعتي اللي اتصاب ده هوت. لان الحب بيبني. اقدر الجأ لاعضاء كنيستي، يعني انا بعتقد ان انا محتاجة لمساندة، مش ضروري ابقى في مشكلتي لوحدي، مش هقدر اشيل الشيله لوحدي. انا بحس كمان انه بالنسبه يعني انا اولادي لسه صغيرين، مش عارفه يعني بالنسبه لحاجه زي اللي حصلت في البرنامج اللي شفناه، لكن انا بتكلم على انه انا ما كمان بشوف ميول، لو انا حتى رسمه صوره لعيالي وبشوف ميولهم مختلفه او انهم مش ناجحين، دوري ان انا افتش على مواهب تانية جواهم. يعني دوري ان انا افتش جواهم على ميول تانية، حاجة تانية ممكن ينجحوا فيها، حاجات تانية يعني ان انا اساعدهم يظهروا الحاجات دي، لان هم ما يعرفوش طريق تاني غيري ان انا اساعدهم يطلعوا اي حاجة تانية، سواء تبقى موهبة رياضية، موهبة موسيقية، اي حاجة تانية. لو هم مثلا مش قادرين في الدراسة او مش قادرين في حاجة معينة وفشلوا فيها، هم مش عارفين، ما يعرفوش يكتشفوا نفسهم. انا حاسة انه يعني مفروض ان انا ابقى عارفاهم اكتر وازق يعني. وبعدين الطفل او اي واحد بيبقى مصدق ابوه وامه اكتر حد، يعني هما دول اللي فاهميني اكتر واحد، يعني اكتر حد دول اللي فاهميني يقدروا يقولوا لي يعني. انا حاسة برضو انه في الوقت ده لو انا مش متكلة على ربنا، ولو انا مش رامية كل حملي عليه، انا بتهيألي هنهار. يعني زي القصة اللي حصلت او القصة اللي شفناها دي. لكن اهم حاجه ان الواحد يبقى مستند على ربنا. طبعا انا السبورت بتاع جوزي واحنا الاثنين مع بعض والتشجيع اللي احنا هنشجعه لابننا وكده، ده هيكون ليه دور. لكن انا في الوقت ده شكلي انا في الوقت ده لازم اكون اكتر وقت متعلقه بيه بربنا يعني. اصلا انا فعلا يعني وانت بتتكلمي كده شايفه انه لو انا مش متعلقه بربنا انا مش هعرف اشيل، ولو انا متكلة على جوزي ان هو يكون بيشيل او بيشيلني بطريقة صح او بيسند معايا، احنا الاثنين هنفطس فعلا يعني. ولا انا هعرف اشيل لوحدي ولا هو هيعرف يشيل الحمل اللي انا مش عارف اشيله، فانا محتاجة ان هو يشيل معايا واحنا شايلين مع ربنا. زي المثل البلدي اللي بيقول القفة اللي بودنتين يشيلوها اتنين. وزي ما نوالك بتقول ان الام والاب بيكتشفوا مواهب جديدة في ولادهم وبيحولوا الولاد او اتجاه الولاد للمواهب دي. في قصة برضو اللي هي بتاعت المتزحلقة اللي كانت بتتزحلق على الجليد ووقعت واتشلت تقريبا، لكن الموهبة بتاعتها اللي ظهرت بعد كده ان هي بقت بترسم برجليها، دي كانت حاجة يعني ببقها ما كانتش تكتشف. عارفة الحكاية دي برضو بتفكرني مع بنتي، هي كانت أصلا مسافرة من هنا وهتكمل دراستها هناك، كانت عاملت سنة واحدة في الجامعة وهتكمل الباقي هناك، وكانت رايحة على أساس أنها هتعمل international politics اللي هي سياسة دولية. وبعدين لقيتها ما بين يوم وليلة بتكلمني تقول لي يا مامي أنا هغير أدخل communication إعلام قسم فيديو اديتنج. طبعا انا صرخت فيها وانهارت وايه ده هوت، وانت ربنا مديكي موهبه الكتابه تنقلي ازاي تروحي الفيديو اديتنج، ده حاجه مختلفه خالص وبعيد قوي. لكن ربنا اكتشفت ان ربنا مديها موهبه عظيمه جدا في فيديو اديتنج، فانا يعني ازاي اوقفها يعني؟ ربنا بسفرها فجر فيها طاقات او امكانيات جواها هي يمكن ما كانتش مكتشفاها لكن اكتشفتها. فهماني؟ فده فعلا ان في مواهب تانية ممكن تفجر في الطفل، مش ضروري يكون موهبة واحدة معينة لو راحت يبقى خلاص هتتحطم امال هي ما عملتش انترناشونال بوليتكس. مش موهبة يعني، الحتة اللي احنا نتكلم عليها حتة اغوط اعمق قوي من ان انا مجرد حلم بتاع شغل. يعني لو حد مثلا حصل له حادثة، فقد عضو من اعضائه، اتشل او كده، دي يعني مختلفة. يعني أنا عايزة أتكلم على إن في عوض تاني. في عوض الله بيفجره في هذا الشخص. يعني هو مثلا القصة اللي احنا شفناها
هو كان اعتماده في يعني في كارير بتاعه في شغله على نظره، فهو لما نظره ضعف يعني اكيد كان مش هيكمل في نفس المجال اللي هو شغال فيه. فهي دي الفكرة، ان هو لو بيكتشف في نفسه مثلا مجال نجاح في بيزنس، في تجارة، في اي حاجة، هيقدر يكمل حياته، مش هينهار تحت المصيبة اللي حصلت له، لان هي يعتمد عليها حياته كلها. يعني عارفة سالي، انا بفتكر كمان الموقف انه في ظروف زي دي انا محتاجة انه ولادي يكونوا بيتكلموا عن اللي هم حاسين بيه. يعني انا جزء من السند بتاعي مش بس ان انا اوجههم لحاجات جديدة يعملوها او حاجات نبتدي نكتشفها، لكن انا شايفة انه جزء كبير قوي من السند النفسي بتاعي ان انا ملبسش ماسك القوة، انه ما تعيطش، ما تزعلش، بتعيط على ايه، لا ربنا يعني هيقف معاك وهيشفيك، او ربنا هيقف معاك. في حتت اللي هي بتبقى لسه والجرح لسه طاري قوي، حتت اللي هي الجرح، الوجع، ممكن يبقى في حتت تذمر، يعني لازم اسيبه قوية يعبر قوي عن نفسه بتبقى. لازم اسيبه يعبر عن اوجاعه، لازم اسيبه يعبر عن اللي جواه، عن غضبه، لان ربنا بيقبل مننا كده ان احنا نعبر عن نفسنا، نعبر عن انا متالم من الشيء الفلاني. لكن في نفس الوقت مش يعني هيعبر، لكن برضه هشجع، برضه هقول له انه في امل، يعني في حاجه تانية، في طريق تاني، في اسلوب تاني، لكن في امل. ما هي دي انا زي حاسه ان هي زي تخريج شحنه عاطفيه لازم تخرج، لان لو انا ما عودتش الولاد انه في الضغط ده يكونوا بيطلعوا الغضب بتاعهم بطريقه صح، او في اوقات بيبقى فيه لوم على ربنا، انت ليه عملت كده، انت ليه يعني ليه تاخد عينيه، ليه تاخد ايديه، ليه تاخد، ليه تعمل كده. لو انا ما طلعتش الاحساس بتاع المراره والحزن وكده هيطلع في حاجه تانية خالص مدمره. وهم متألمين لابد انك انت تحسسيهم انك انت حاسه بالمهم، وانت متعاطفه مع هذا الالم، انت فاهمه هذا الالم، انت ما انتيش بتتكلمي من منطلق عالي، لا انت حاسه بيه ومتحده بالمه بالكامل، ومن هنا بتقدري تمشي معاه خطوات تنقليه بقى للرجاء والامل، وتحطي رجاء قصاده فيقدر يستقبل هذا الرجاء له. عارفه هبه، لو انا ما عملتش كده عمره ما هيقدر يعدي من المحنه بتاعته. يعني لو هو حاسس انه انا بتكلم معاه او بتكلم معاها من حتة الـ انا احسن منك، او انا قادرة اعدي المحنة، يعني انا متأكدة انه اكيد الام كانت هي نفسها تعبانة جدا، ان هي بتقول انا مش فاكرة كل المشاعر، انا مش قادرة اتكلم بنفس الحاجات. انا حاسة يا رندا انه كمانك اللي انتوا بتقولوه ده حلو قوي، بس انا حاسة انه ده مش وليد المشكلة اللي بتحصل في ساعتها. يعني انا لو ده مش طريقتي، يعني ايه مش والدي، يعني هقول لك، يعني انا لو ده مش طريقتي من الاول في التربيه او في التفكير من الاول، من قبل ما يحصل مشكله تنهي، يعني مثلا من قبل ما تسقط في الامتحان وتتغير الكارير بتاعها، من قبل ما يحصل له حادثه، لو ده مش لسان حالي من الاول، من بدايه التربيه، انه ان احنا مش هو ده اخر الدنيا، ومش اللي احنا بنعمل، يعني مش بس ان انا انجح في الامتحان واخش الكليه اللي انا عايزاها، هو ده النجاح في الحياه. لو هو ده مش لسان حالي في البيت، يعني انا بتعلم دلوقتي مع بناتي حاجه انا ما اتعلمتهاش في طفولتي، انه ما هواش النجاح الدراسي اهم حاجه، وما هواش اللي بيقيمني كبني ادمه، ما هواش انا نجحت، انا كويسه، انا سقطت، انا بقيت انت ولا محظوظه حاجة. لان انت ولادك لسه صغيرين، لكن في كتير جدا اكيد من المشاهدين اكيد ولادهم كبار عن ولادك. ف يعني انا نفسي قوي ان احنا نكون بنحط النقطه بتاعه الرجاء والامل، انه لو انا ولادي كبار ومش متعوده بقى من وهم صغيرين ان يكون لسان حالنا بالطريقه دي، في امل ان انا ابتدي احط نفسي مكانهم، ان انا ابتدي احس بالتعب بتاعهم وبالالم بتاعهم، يعني اللي هم حاسين. انت عشان تشيلي حمل من على الارض بتعملي ايه؟ بتوطي. يعني ايه؟ يعني بتنزلي لمستوى هذا الشخص، الحته اللي هو واقف فيها عند المه، عند صراعه، عند حزنه، بتتحدي بيه عشان تقدري بعد كده ترفعي. ده اللي احنا بنعمله، اي شيله متشال على الارض هتعملي ايه؟ هتوطي وتاخديها بايديكي وترتفعي بيها. فهو ده اللي احنا بنعمله مع الناس، او في شيال كتيره مع اولادنا بالذات. في شيال كتيره قوي يا هبه ببقى محتاجه انه انت تكوني بتساعديني اشيلها، لان من كتر ما هي بتبقى تقيله مهما وطيت، انا لو وطيت اشيلها هقع تحتيها.
فببقى محتاجة لك تشيليها معايا، محتاجة الكنيسة، محتاجة لصحابي، محتاجة لعيلتي، بدل ما يكونوا بيحطوا عليا حمل يكونوا فعلا بيشيلوا معايا. تعالوا مع بعض نروح دلوقتي نتفرج على الأغنية دي. Thank you.